مساكم الله بالخير، هذا هو أبو الخير، هذا هو هذا هو أبو الخير، هذا هو وتر مكانه وعايش زمانه، وتر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ ويش الغلط؟ هذا أنا أبو الخير، هذا أنا أبو الخير، هذا أنا أبو الخير. ما أحب أبد شوف الغلط، واللي يغلط أنا لازم أوقف عن الغلط. نعم احتمل انا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. ما احتمل انا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. ان العصا لمن عصى يا الصح، يا اما هذا العصا. مال باق وابو الخير، مال هم مال الخير، مال باق وابو الخير، مال هم مال الخير. شوفوا افعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا افعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا أبو الخير؟ آه، أما هذا والله إنسان كريم مسكين، شو مسكين ما قصر معانا؟ هو من ناحية كريم كريم، بس أنت عاد ما قصر، كلت حلوة كثير، ترى حلوة لذيذة، فيها لوز وجوز وزعفران، وأنت عاد تعرفني، أنا أطيب مع الحلوة. زين هذا أولاً. ثانياً أنا رايح أطيب بخاطره وأسترضيه، ولما مساكين يعزمني ويقول لي كلمة الحلوة، ما أقدر أرد وأقول لا. معلوم ما تقدر ترده، عاد هو ماشي يعطيك وانت تاكل. ترى يا ابو الخير قلت لك حلوه لذيذه، تصدق انا والله عمري ما اكلت حلوه مثل هذه ابدا. زين الحلوه عرفناها، وكلت منها ما فيه الكفايه، ايش اللي يخليك تشرب بارد فوقها؟ ترى قام يعزمني وقام يحلف ويحلف وما قدرت ارده، لكن انت مقصر يوم ما اكلت واجد وما شرب بارد. يا اخوي كل واحد ياكل على قياسه. هي بس مالك؟ وقفني اهلا مستر بدر. اهلا 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 وسهلا مدام. زين ها وصل العود اللي ادور عليه قبل اسبوع؟ دهن عود هطب عود وصل نوع سبيشال نمبر 1 مستر بدر. زين يلا خلينا نشوف النوع السبيشال هذا اللي تقول عليه. ان شاء الله لحظه واحده بس، يعني بدل لا ندهنيه ونشم ريحه الادويه هذه ما كان احسن رحنا محل عطور؟ انا متعود اشتري كل عطوري من هنا. بس هذه صيدليه. عارف بس فيها عطور. مستر بدر من زمان انت ما فيجي. وين من زمان؟ الاسبوع اللي فات جاينك الله يكرمك. قصده من زمان ما خضيت من عندهم شيء. زين كم التولة؟ ركيز مستر بدر، كيما ما في مشكلة،
شوف هذا حطب اود. شوف زين. اعطينا من الحطب تولتين ومندهن العود بعد تولتين بس. هيوة بس، ولو كان من هذا توله ومن هذا توله صار احسن. ليش فيك مليون ما دخلنا وانت مرتاحه؟ ما عارفه بدر، ما قادره اتصور صيدليه ويبيعوا فيها عطور. زين ليش اقول لك يا اخي حاسب عمري شويه تعبان، في شيء عندك حبوب للقوه يعني ممكن؟ ممكن ونص. تدلل يا قمر ليني تدلل، انا سمعا وطاعه، مستر بدر امر انا في نفس والله. اها انا تو عرفت ايش فايده انهم يبيعوا العطور في الصيدليه. اه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. تستاهل، علشان مره ثانيه ما تذرف لي اكل الحلوى. الحمد لله رب العالمين، الم وراح. يلا يا ابو الخير مغص مغص، الله لا يوريك مثل. نعم امين. زين كيف تشوف نفسك الحين؟ احسن شويه. يا والله ما احسن، انا ابنك. والله عليك حلوه وراها بارد، اسبيك ان الغشي ما عاد يا ثابت. واظني رمضان قاصدنا. ليش تاخذ حبوب مال قوه؟ احس بضعف بعض الاحيان ومحتاج لي مثل هذه الحبوب. ايوه بس لازم تاخذ راي الطبيب. هذه مجرد فيتامينات الله يهديك. يا بدر الله يهديك، فيتامينات، منبهات، منشطات، في كل الحالات لازم تاخذ راي الطبيب. تقولي شعر انتي. انا اتكلم بجد، وبعدين هو كيف يتقرا ويصرف لك دواء بدون ما تكون عندك ورقه من الطبيب؟ بس تعال اشوفك ترايك وسختيها ومسوي لها سالفه، ترى زبون يعرفوني. زبون للصيدليه ولا زبون للعطور؟ نفس الشيء. لا هم لاعبينها بذكاء، علشان يجي الزبون يحط عطر، ومن ياخذ العطر ممكن يطلب دواء. ترى حبيبي كلها تقاره في تقاره. انت ايش فيك؟ وايش هذا الكلام؟ وبعدين ترى الله يهديك هذه مو الصيدليه الوحيده. انا عارفه بس بدر، واللي يسلمك بلاها هذه الحبوب. عندنا هاليومين شغل وايد وايد، ولازم اقعد في البيت وراجعه. انزين انت كل ما حسيت بتعب ورهق نام لك شويه، ومن تنهض تتجدد نشاطك. اشوفك صايره دكتوره اليوم بتساعد. ما عندي وقت للنوم، وبعدين النوم احنا مخلينا للكساله. يا سلام، يعني انت من شفت نفسك تحس بتعب ورهق قمت تتناول هذه المنشطات الحبوب ما كذاك؟ اشوفك وايد مكبر السالفه. اصلا المساله كبيره بدون ما انا اكبرها. زين خلاص خلاص، ممكن نغير السالفه ممكن. يلا يلا يا بطني، يلا 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 يا بطني، يلا يلا يا بترحمني، يلا يلا يا يلا 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 يلا. اشرب ماي شوي، اشرب اشرب. بسني يا ابو خير، بسني من الماي، بسني، بطني قام يغلق. يلا يا بطني يلا. والله حالتك ضريبه وصعب، عاشت مرات. اسكت يا ابو الخير اسكت، ما قص فضيع فضيع. نعم يلا، انا احس ان مفاصلي كلها طاحت وراسي ثقيل. اخ يا بطني اخ. زين ايش تنتظر بعد؟ يلا قوم وصلك المستشفى يلا. لا شي ما كان فيك شي، مشي خليني شوية ارتاح، خليني اتراوح. صدق يا ابو الخير احس ان جسمي متبطل قطع قطع، واحس ان سكاريبي متبطلات برغي برغي. يلا يا بطني. عشان هاي سيارة في جراج صرت انت؟ مالك يا ابو الخير تزيدني؟ مالك كله بطني مكفيني. اللي بطنك مكفنك؟ اللي بطني مرض يا ابو الخير، وانا اشوف نفسي ما بخير، ومن هنا يجي الخير ما دامش الطير وابويا وابني. ماشي ريال قام يخر. أقول أبو الخير، ها؟ الشيمة كان فيك شيمة، شلني المستشفى. زين يلا قوم، أنا ما أقدر أشيلك بروحي، قوم يلا امشي بروحك. ساعدني شوية ساعدني. يلا 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 امشي يلا يلا امشي. لا 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 لحظة لحظة، ما دام وقفت وحدي أنت شيخ وحرك السيارة، سيارة تحرك يا أبو الخير وصور في صديقك خير. يلا زين بروح اقرب السياره، بس عاد هالله في نفسك.
والله حالي حق. يلا يا بطني يلا يلا يلا. لحظة أبو الخير لحظة 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 مع إني ما متوحي لحظة. ماما يا ماما أشوف ذا ده مال وقع على الرجول وانا رجول الحمد لله بخير وعافيه متعافيه ما ابغى ابا مال وقع على الراس هينو هين هين مال الصداع مال الصداع يا الله يا الله راسي ثقيل ما اروم اشيله اشوف كذا ها هي هو 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 ايه اخو مشرب حبتين منه ايه حبتين هي زينات حبتين ولا اقول أشرب أربع كون أصح بسرعة عندي بوي مع خياطة وقتي أبل أوادو إيه أخوهم أشرب أربع حبات أحسبهي يكون أصح الدهديه يا الله كني شوية خفيت عقب زين أصير شياخيط خلصتيها بلا وادم يا الله يلا يلا شوي يعني ما استاهل يا أخوي أثابت سلامات إن شاء الله ما تستاهل ماني ما استاهل استاهل ونص حد قال لك الحلوة وحد قال لي زيت فوق الحلوة باقد حد قال لي الحلوة زينة يوم الواحد يشوفها زينة يهبش منها مرة هباش مالها ما زينة زينة شي عقب هذي شي طلع فيها عدنا يا الله يا بطني يا الله سلامات 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 افتح لي الباب افتح لي الباب ان شاء الله هي والله يلا يلا كبر شوي خلاص كبر خلاص اقفل الباب يلا 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 شوي يمشي ابو خير شوي يعني يلا وانا سواه هذا قمه نعم سواه انا شكيت في ان ناوي يسوي فيك مقلب انا شوفه يزيدك حلوة ويزيدك وانت مرة طايح فيها هرب هرب زين يا ابو الخير انا ما بغيت ارده وهذا انا الحين جالس ادفع ثمن الغلطة ما عليك يا قمه ما عليك لو انت بعد ما قصرت فيه سويت فيه مقلب مسكين خسرته انا خسرت غوازي لكن ما خسرت عافية يلا يا بطني يلا يا بطني يلا ما عليه هذا درس لك من رمضان علشان مرة ثانية ما تنسى مواعيده أنسى؟ أكيد ما أنسى وإذا كان هو مسوي لي درس أنا بسوي له دروس وبدل المقلب أسوي له مقالب ما علي اسمح أنت أي نعم وإيش ناوي تسوي فيه؟ أتعرف في الوقت المناسب إيش ناوي أسوي فيه؟ ما عليك يا رمضان برد علي هذا رمضان اللي مخللني ما قادر أوقف ولا قادر حتى أمشي الله يهديك يا ثابت يا أخوي هذه المسائل يا اخي لا تاخذها بحق كثير ريال يمزح معك انا بعد امزح معاه اخذها بمزحه والله انا خايف ان هذا المزاح يضرب صحتكم انتوا الاثنين وبصراحه هذه المسائل ما لازم يكون فيها مزاح والله العظيم ما يهناني بال ولا بطني ولا فؤادي لحد ما ارد على هذا رمضان نعم زين وايش ناوي تسوي في عاد هتشوف ايش ناوي اسوي فيه خليني بس اتعافى شويه اتعافى والله يا رمضان إذا ما رجعت لك رجب أو شعبان فما أكون أنا ثابت هتشوف يا الله يا الله يا بطي يا صباح الخير يا بدر أهلا صباح النور على فكرة خلي ربيع وسامي يجوني وخليهم يجيبوا الأوراق مع المشروع الجديد إن شاء الله انت صباح الخير الاقصال اهلا انا سمعت انك مريض وجاي ازورك ما
حقيقة استريح استريح بالأول. أحسنت. ها كيف حصل هي؟ الحمد لله زين، غصبا عن اللي يريدوني أكون مريض. أنا ما عرفت إلا البارحة من زهرة بس، وقلت عاد لازم أجي أزورك. ما لك حظ، تأخرت شوية. ما لي حظ فيش. تأخرت ليش؟ لا أظن أنه ما أعرف أنت ليش جاي. ومن قال أنك ما تعرف؟ بالأكيد أنك تعرف. متأكد بهذا؟ إيه نعم، أنا جاي أزورك وأطمن عليك. لا، أنت جاي تشمت فيه، لكن فاتك. أنا الحين بخير. أنا جاي أشمت على مرضك؟ طبعاً، ولا تبغاني أصدق أنك جاي تطمن على صحتي وتشوف وجهي؟ والله عاد صدقت ما صدقت، هذا شيء يرجع. أما يكون أنا جاي أشمت عليك فهذا ما أنا يا سعد. لا والله لا شماتة. بعدين ليش يبدون هاي الضغط؟ شيء طبيعي، واحد أنت وياه في خلاف ونزاع، ليش تزوره؟ أكيد علشان تشمت فيه. لا يا سعد، لا أظن أن كل الناس تفكر مثلك. مهما كان ومهما صار ومهما اللي بيصير، هذا ما يمنع أني أجي أزورك وأطمن عليك. واللي يطيح بفراشه مريض يكون عاجز، لولا رحمة الله ما كان ردت له صحته. والمريض يحتاج من يعاوده ويزوره حتى لو كان عدوه. من يدري يمكن تتصافر القلوب او ترجع المعامله الاحسن. وانا جيت اقول لك وبقلب صافي الحمد لله على السلامه يا سعد. هاي التصاميم من حيث المحتوى العام للمسكن ما تختلف عن المساكن الشعبية المنفذة، وهذا واضح من الغرف والحوش اللي واضح بالتصميم. والشيء الجديد اللي بغيت أوضحه يا أستاذ بدر هو أستاذ بدر كأننا لا لا كملوا ولا معاكم كملوا. الظاهر أنك مرهق. هذا الشيء أنا ملاحظه من يومين يا جماعة. ما في وقت كملوا. أنا من رأيي نكمل في وقت آخر. وأنا معاك في الرأي. على إذنك. يعني أشوفكم ما طولتوا. في حد عند بدر؟ مدام زهرة ترى بدر تعبان وايد، يا ريت يروح البيت يرتاح. ها؟ أول مرة أشوف الأستاذ بدر على هالحالة. ترى هو مهتم بأخذ هذه المناقصة، بالتأكيد يفكر ويسر عشان ننجح بأخذها. خلينا نقوم بدورنا ونساعده. قم روح المبنى الحين. هلكني تعبني وخسرني، قلت انا عاد ما عندي غير ذا المقلب علشان يتذكره وما ينساه. لا الحين الحمد لله ردت صحته ردت. اقول يا ابو الخير يعني هو ما زعل يوم صارحته؟ لا ثابت طيب. وبعدين تراكم انتوا اخوه. يا حي الله بمن كان، يا حي الله بمن كان، يا حي الله بمن كان، اهلا وسهلا يا رمضان، اهلا وسهلا يا رمضان. يا حياك الله يا ثابت، يا حياك الله. أشوفك مسوي كستر. والله يا أبو الخير في الحقيقة رمضان جاي والناس في شهر رمضان يسوي كستر، ها؟ فعادة هذا حالك أنت يا أبو الخير. أما هذا فحال الأخ رمضان. أحسنت أحسنت يا ثابت أحسنت. وهذا عاد حالي أنا ثابت. أقول يا ثابت لا يكون مسوي لي شيء في الأكل يعني علشان ترد قضاك. أفا عليك يا رمضان، إيش هذا الكلام؟ كيف يعني أرد قضاي؟ أنا الحين الحمد لله ضعفت وسويت رشيق، فالمفروض إني أشكرك. زين يلا يلا تفضل 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 تفضل.
أقول ثابت؟ نعم. مو رأيك يعني تعطيني المال اللي هو عندك؟ كيف يعني ملتك فيها شيء؟ والله أنا عاد يعني عجبتني ملتك شوي عجبتني. إن شاء الله أخوي إن شاء الله. تفضل بالهناء والشفاء. أحسنت أحسنت. أما صراحة يعني كستر زين لذيذ. أحسنت أحسنت يا ثابت أحسنت. ولو يا رمضان هذا واجب. هاك أخر جالسين رمضان تو الناس بنسولف بعدنا. ما علي أبو الخير مستعجل، عندي واحد باغي أمرنه ولازم أمر عليه. خليه يروح خلي يرجع عند الشغل خليه يصير. يلا مع السلامة. أنا كنت شاك إنك مخلي في الكستر شيء، لكن زين لما غيره. على دمار طلع. كيف يعني؟ أنا حسيت إنه بيشك فيه، فجبت الكستر اللي فيه الحلول وخليته جنبي. قهوة وشلة. يعني سويت في الكستر حلول لرمضان؟ معلوم. واحدة بواحدة والبادي أظلم. أنا بلحق عليه عشان أنبهه. ما يحتاج. واحدة بيعرف. ايش هذا يا ثابت الله يهديك؟ ايش هذا؟ ابوي من حلل اخاه جاز ان يحلل. وبطنك يا رمضان وبطنك. ها؟ بسرعة الحلول بين فيك بسرعة؟ بطني. افتح الباب يا ثابت. ما بفتح، خلي يدبر نفسه. حرام عليك يا ثابت، حرام عليك. انت ايش سويت بطني؟ هذاك حلول رمضان، حلول باب، ما حلول بارد. سامحني يا ثابت سامحني، بس ارجوك خليني ادخل. افتح الباب يا ثابت افتح. ما بفتح يا ابو الخير، ما بفتح. ابو الخير ارجوك، انا عندي صعبه. يا ثابت خلي عندك عناد اطفال، هذا الريال بينبط. خلي يذوق اللي انا ذقته. ارجوك يا ثابت ارجوك. بتفتح الباب ولا كسره؟ انت ايش فكرتك؟ انت جنيت؟ كما تدين تدان، وكما تفعل تجازى. لا في تحسن. راسي عورني يا فريد يا ولدي راسي. سلامتك من كل شر يا أمي. الله يسلمك يا شهر. يدك بس لو سمحتي يا أمي. وابو يموت سوي في ديني. الريد أنقذي صباط يا أم فريد. سوى عمرة الطبيب علي أنا. يا أمي يا أمي، هذه أمور بسيطة ممكن أي إنسان يعملها، وخاصة إذا كان مثل. يا الله ما شحينا لحظات بس يا أمي. إيه يا أمي. إيه الله الله راسي يا الله. سلامتك يا أمي لحظات. الله يسلمك. أوه الله يا الله، جاني. لا تخافي يا أمي لحظات. خلاص سوف أحضر لك الدواء المناسب. من هين تجيب الدواء؟ من الصيدلية يا أم، لن أتأخر. ما يحتاج تصير، أنا شيء دواء في البيت. يا أمي يا أمي، الدواء اللي عندك خلاص أكل منه الزمان وشرب. يا ولدي يا فريد، أنا ما أكل منه وشارب ما الدهر. لا تخافي يا أمي، أنا قصدي بس إن الدواء مدته انتهت خلاص. وأرجو نصيحة إنك لا تستغني، وأنا سوف أحضر لك دواء آخر. الله يخليك ويطول عمرك إن شاء الله.
أنا إن كان ماذا الصداع أبو فيه يا ولدي، إن كان أمك ما مريض كان صرنا وخطبنا لك. لا يا هم، لا يا هم يا أم فريد، تلك خطوة من أخرى. إيه زين عجب. أقول فريد، نعم، أنت كل شيء فيك تصلح، ما عدا كلامك ذا. يا أمي يا أمي، يلا عن إذنك سير أبوي ترجي بالدواء، شاقي عمرك عالفاضي. يلا يلا راسي زهرة، لا تكبلي السالفة، أنا ما في شيء. كيف ما فيك شيء وأنت شكلك تعبان؟ زين روحي لي هاتي لي حبتين من الأكل الحبوب. هذيل حبتين الحبوب اللي أنت تطلبهم هم اللي مسببين لك كل هذا اللي أنت فيه. يلا خلينا نروح المستشفى. مستشفي؟ روحي توقفي هناك ساعتين علشان ما يسوى. هنا وقفك ساعتين الله يهديك. خلينا زين نصير عيادة خاصة. أقول لك أنا أحسن أروح أنام. يا الله عنيد، إيش يسوي معاه؟ زين لو صار حق ريال شيء؟ زين زين؟ عقب ذيك المرة هو ما فكر، أنت شفت الحالة بنفسك، وأنت يا إنسان حسيت الحالة بنفسك، ما قادر تمسك نفسك، تتألم من المغص، تقوم بعد تسوي حق ريال حلول؟ يغيب غابة عينه، على شيء يتأدب وما يمشي مقلبه عليه مرة ثانية. المسألة أكبر من سالفة مقلب ومزاح يا جماعة، لا تردوا شيء. أنت مالك بعد ذاك اليوم مالك؟ عقب أنا يوم كان المغص وسهل ما قلت شيء. الله يكون في عونك بس يا رمضان. هلا ثابت المتحدث. زهرة؟ هي نعم موجود موجود. هلا نعم. نعم يا بنتي. كيف؟ بدر في المستشفى؟ زين أي مستشفى؟ طيب طيب أنا جاي الحين جاي جاي. مسكين بدر في المستشفى؟ هي على بالك بالصحة، ما تبغي مداراة؟ يلا اتحرك يلا. ألو نعم مركز الشرطة؟ ثابت؟ أبوي أبوي لحظة 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 خذ أبوي خذ. هلو ثابت المتكلم نعم. كيف؟ أنا؟ وابو أنا بسوي لي محضر؟ خير إن شاء الله؟ أحيدي ما بسوي شيء؟ مو مسوي أنا مو مسوي؟ رمضان؟ وابو لا 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 أبو الخير؟ رمضان مش كاري من الشرطة؟ عليه؟ يقول أنا سام منه أنا ما سميته أنا بسوي الحلول بس. ألو نعم أبوي أنا قلت له قلت له بس ما يسمع الكلام. يستاهل يضيب. جينا أبوي جايين إن شاء الله جايين. بس عاد هلا الله فينا هلا الله. ها؟ ها؟ لابس؟ نعم. جاهز تلبس الملابس؟ بحتمل يكون تروح رميس. لكن عاد لا تشيل الملابس وايدها. لأن المسألة في إعدام. إعدام؟ إعدام! ابوي قوم ايه انا امزح امزح لا بس انا امزح معك هذا مات قبل لا يعدمه يا ترى هل يا ترى بيستمر ابو الخير بيستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى بيستمر ابو الخير بيستمر ابو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير بيستمر أبو الخير يصلح أغلاط الورى بيستمر أبو الخير بيستمر أبو الخير وصاحبه من بق أمره غريب ما يندري بكرة يشوف معكم نطوف بكرة يشوف معكم نطوف I'm
مكانه وعايز زمانه ودار مكانه وعايز زمانه هذا هو أبو الخير 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 هذا